لطالما بحث الإرهاب عن طرق لجمع الأموال وتحويلها دون اكتشاف أو تعقب ليستطيع تمويل أنشطته وهجماته الدامية قبل أن يجد ضالته في سوق العملات الرقمية. توفر العملات الرقمية سرية للمعاملات وصعوبة في التتبع مع عدم كشف الهوية، ما جعلها ملاذاً آمناً للمتعاملين في الأنشطة الإجرامية، وعلى رأسها الإرهاب الذي بات يعتمد على العملات الرقمية في دعم مصادر تمويله ويتداولها عبر الإنترنت المظلم لضمان إخفائها عن أعين السلطات، حيث يصل حجم تجارة الإرهاب بالعملات الرقمية إلى مليار دولار سنوياً، ما دفع المجتمع الدولي لفرض آليات تساعد في التعرف على هوية المتداولين وتقلل السرية. وسط مخاوف من قدرة الإرهاب في التغلب على هذه الآليات وإيجاد حلول للاستفادة من العملات الرقمية في تمويل جرائمه، ما يدفعنا للتساؤل: هل أصبحت مخاطر العملات الرقمية أكبر من فوائدها؟